السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وحاجه جديده يعني حصري من السليمانيه للاجهزه الكهربائيه. اتفضل. ايه دي يا حصريات السليمانيه؟ 160 واط باور هورس. ايه اللي معانا النهارده؟ معانا عصاره برتقال يدوي بموتور. يعني يدوي بموتور؟ خليكم معانا هنفتح ونخرج. احنا عصير البرتقال في بيتنا زي ما احنا شايفين كده، بس بدوس كده، بحط البرتقاله هنا، نص البرتقاله، وانزل عليها بالدراع، منزل هنا الكوبايه بتاعتي، تنزل لي بقى العصير البرتقال البيور البيتي الصحي النظيف، بدل ما كنت بحط ايدي واوجع ايدي وانا ماسك البرتقاله، هنا بالدراع. في منها موديلين، موديل الدراع دوت طويل زي ما احنا شايفين كده اهو، وبيجي منها كمان اتنين غيار، واحده للبرتقال الصغير او الليمون، واحده للبرتقال الكبير بالمصر ده. بنزل كده. السعر كام؟ من السليمانيه وحصريات السليمانيه. السعر كام؟ بتاعها في العرض 1600 جنيه. 1600 في العرض، بدل كام يا استاذ سليمان؟ بدل 2950. بدل 2950. عند لغايه يوم 20/8، واحنا بنقول لغايه 20/8 ليه؟ عشان الاسعار، الاسعار عماله بتزيد يا جماعه. اليورو زاد، هما بيجيبوا باليورو، فاليورو زاد والاسعار بتزيد. والحقي اي حاجه عجباكي الحقي احجزيها من السلمانيه وتعالي خديها، لان مش هتلاقي الحاجات دي. ده الموديل اللي بتاعها، وده الشكل بتاعها، وده الامكانيات. المونيوم ارض، الدراع بتاعها المونيوم، حاجه معمره، فيها كاوتش. انا شفت ان فيها كاوتش بتثبت في الرخامه برده، بتتحرك. مواصفات ليمون برتقال آمنة، مفكات التلفزيون في غسالة الأطباق، سهلة العناية، سهلة التنظيف. زي ما شايفين حاجة مجرد ما تضغطي عليها بتدور معاكي، تعصر معاكي البرتقال. الناس اللي بتحب الليمون الفريش وبتحب الحاجات اللي هي الفريش العصاير، يعني شوفي عندك برضو عصارة في بيتك. يعني السليمانية مدلعاكم جدا، شايفين؟ أهي بكل سهولة هتعصر معاكي العصير. طبعا شكلها جميل جدا، وبتاخد معاكي كميه كبيره. يعني لو هتعصري مثلا دي في الحجم ده، بتهيألي تعصر حوالي 3 كيلو برتقال او اكتر. الناس اللي بتخزن العصير، يا رب يكون المنتج عجبكم. عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم في فيديوهات تانيه كتير، ومع السلامه.